مش قلت لك مش هتعرف تاخد معايا حق على باطل؟ مش قلت لك هرجع القناة غصب عنك وهخليك تبص ايدي علشان اسامحك وبرضه مش هسامحك؟ مش قلت لك اعتبرني انا هتسحبت منك؟ مش قلت لك اي قناة بعد كده انت سرقتها او هتسرق او حد جالي هرجعها غصب عنك؟ تعالى بقى واستحمل اللي هيحصل بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا أنا عايز أقول كلمة للشخص اللي هو سرق القناة. أنت لا بتعرف تسرق ولا هاكر ولا أي حاجة من الكلام ده، أنت آخرك تلعب في مناخيرك من الآخر. لا معاك سين اس ولا زي الناس ما بتتكلم وبتقول إن أنت مخترق ومعاك ومعاك ومعاك، أنت تافه ولا ليك أي 30 لازمة، ولو كنت بتعرف تسرق كنت سرقت فعلا من غير ما تطلب القناة من الناس. بالنسبة بقى للناس اللي ما تعرفش الموضوع، القناة اتسرقت ازاي؟ أولا القناة بتاعتي ما اتسرقتش، القناة أنا اللي اديتها للسرقة. الموضوع ابتدى لما كنت ببحث عن توصيل قنوات اليوتيوب. مبدئيا أي حد بيبحث عن حاجة على اليوتيوب بيجي له بعد كده لما بيفتح الصفحة الرئيسية طلبات متعلقة بالمحتوى اللي هو كان بيبحث عنه. يعني أنا كنت ببحث عن توصيل القنوات، فبفتح اليوتيوب تاني يوم لقيت فيديو قدامي بيقول يا جماعه انا وثقت قناتك قبل 100,000 مشترك والراجل ده محترم وكويس جدا وادخلوا وثقوا عنده زي ما انتم شايفين علامه التوثيق بتاعتي. طبعا الشخص اللي قال في الفيديو اللي انا اتفرجت عليه ادخلوا على وثقوا عند الراجل ده، ما قالش اديله مالك او مدير او الكلام ده، هو قال ادخلوا وثقوا عنده هو راجل محترم جدا وانا وثقت عنده وكانت الدنيا معايا ماشيه تمام. دخلت كلمت الراجل على الفيسبوك على الصفحه بتاعته قلت له توثق لي القناه، قال لي هاخد 500 دولار. قلت له لا انا مش عايز اوثق قنوات، قال لي طيب ماشي انا هعمل لك توثيق للقناه بتاعتك مجانا بس اديني مالك للقناه بتاعتك. انا طبعا يعني هو كان وثق لواحد قبل كده والقناه بتاعتي ما اتسرقتش، فانا دخلت وثقت عنده عشان يعني اوثق له كده، فقال لي هتديني مالك للقناه قبل ان ايه ان بعد ما اعمل لك التوثيق للقناه بتاعتك ايه هتعمل لي اعلان على القناه بتاعتك. قلت له ماشي طالما كده مش مشكله، بس المهم يكون السعر اللي هتطلبه للناس ما يكون قليل ما يعديش مثلا 20 او 15 دولار. قال لي ماشي وطبعا اتفقنا واديته مالك للقناه. بعد 24 ساعه حول نفسه من مالك لمالك اساسي وحذفني من القناه بتاعتي. طبعا بعد كده رحت كلمته قلت له انت خدت القناه بتاعتي رجع لي القناه زي ما طبعا شفت في المحادثات. قال لي لا مش هرجع القنوات وهات 500 دولار. قلت له تمام اعتبر القناه اتسحبت منك ولله الحمد انا دلوقتي بطلع على القناه وبكلمكم، وطبعا مش طالع علشان اقول الرساله ديت بس انا طالع اقول حاجه كمان. اي حد اتسرق من القناه بتاعته عن طريق الشخص ده او عن طريق اي شخص تاني يرسلني على صفحتي الشخصيه اسفل الفيديو ده وباذن الله هحاول ارجع له القناه بتاعته وما تقلقوش من اي حاجه. رسالة بقى للشخص اللي هو سرق قناتي ده، طبعا زي ما قلت لك انت لا بتعرف تسرق ولا بتعرف تعمل اي حاجة، واللي انت بتعمله ده يعني اي عيل صغير ممكن يعمله، اي عيل صغير ممكن يدخل اي حد يقول له هات وثق لك القناة، وبعد ما ياخد القناة منه ياخدها ويحذفه منها. يعني بس بقى الفرق بيني وبينك ان انت لما خدت القناة طلبتها مني، والفرق بيني وبينك برضه ان انا لما جيت رجعت قناتي رجعتها من غير ما اخدها منك ومن غير انت ما تديها لي. عرفت ايه الفرق بيني وبينك؟ عرفت يعني ايه الرجولة؟ عرفت يعني ايه لما انت تطلب من القناة وانا اديها لك تبقى انت مش قد المسؤولية وتبقى انت مش راجل؟ طيب كويس جدا. بالنسبة بقى للناس طبعا اللي بتتابعنا دلوقتي الناس اللي شايفة الفيديو ده، انا عايز شير اكبر عدد من الناس تشارك الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واي حد سرق القناة بتاعته يكلمني على صفحتي اسفل الفيديو ده وان شاء الله هرجع له القناة بتاعته. في شوية معلومات هطلبها منك الأول علشان أرجع لك القناة ديت، بس طبعا مش هقول الطريقة دلوقتي إلا لما أرجع قناة كل الناس الأول، وبعد كده هطلع في فيديو هقول لكم إزاي ترجعوا القنوات بتاعتكم لو اتسرقت ومن غير ما تطلبوها من الشخص اللي سرقها. كل الكلام ده بإذن الله يبقى في حلقات جاية، بس استنوا صورة الشخص ده الحقيقية أنا جبتها يا شباب وأسيبها لكم أسفل الفيديو ده في الموقع بتاعي أو في المدونة بتاعتي. مش عايز احطها على اليوتيوب علشان ما يكونش فيه حقوق وكده لاي
في حد يعني ما يكونش فيه عقل للصوره ديت، يعني ممكن هو يبلغ على الفيديو ده علشان انا حاطط الصوره وكده، لكن هسيبها لكم في الموقع بتاعي اسفل الفيديو. وشكرا لكل الناس اللي هتاخد الفيديو ده ترفعه على القناه بتاعتها، وشكرا لكل الناس اللي هي بتحاول تساعد على ان القناه بتاعتك تطلع وعلى ان الخير ينتشر. والله انا في الفيديو ده مش عايز شهره ولا عايز اي حاجه، كل اللي انا طالبه بس ان الفيديو ده يكبر يوصل لاكبر عدد من الناس علشان اي حد قناته اتسرقت يشوف الفيديو ده ويحاول يرسلني علشان ارجع له قناته، وبالطريقه دي مش هيقدر بعد يعني خلاص انا بقيت يعني خلاص اتفضح. وصورته طبعا هتشوفوها وصورتكم اسفل الفيديو، واي قناه معاها هسحبها منه ومش هيعرف يعمل اي حاجه ولا هيعرف يرجعها ولا اي حاجه من الكلام ده. وما تقلقوش يا شباب، باذن الله مع بعض نحاول نرجع كل القنوات اللي اتسرقت. في قناه 54000 مشترك اتسرقت، وفي قنوات ثانيه 110000 وفوق ال 200000 وفي فوق نص مليون. انا مش عارف صحابي القنوات ديت، فعلشان كده عايز الفيديو ده ينتشر علشان لما اي حد فيهم يشوف الفيديو ده يرسلني على صفحتي وان شاء الله هرجعها له. وما تقلقوش مش هاخد ولا مليم من اي حد، والله انا هعمل بس كده لله، ومش عايز ولا مليم من اي حد ولا عايز اي حاجه خالص، فقط بس ان الناس ترجع ليها القنوات بتاعتها. وان شاء الله بعد كده هنبدا نستمر بقى في اليوتيوب ان شاء الله على القناه بتاعتنا. ما تنسوش بس دعم اللايك وشير للفيديو ده، اهم حاجه شير للفيديو ده علشان نوصل، وكومنت بقى اي حاجه عندك، بس بلاش تشترك في القناه واشترك في قناتك والكلام ده، لان ده بيضر قناتك انت وما بيفيدنيش في اي حاجه اصلا. اي تعليق محفز كده، واستنونا ان شاء الله في الحلقه الجايه. كان معاكم مصطفى.